بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عقد الصلح. وحن كسوة دحجرني عمرة الحديبية، أما صلح الحديبية نكون دحجرني. وحن سواء رقني نبي عليه الصلاة والسلام مركي الله شيخ عثمان بن عفان إن للدلي إن أو صحابة أبوية ربيعة إي عهدي أو لقلي كلنا قلي لبقى الرموت على الموت وعلى الله يفر إن الدنتان إيه إن إنا عررين مركي عدو ذا لك المان كوني أفرتي بقول والنبي قال لسعوتي عيدا كأها كل قوديني بيعادها سوغة قلين أيام السوء أرقني مركا كدي بنا بيعادي مركي اللي قلي دبذيت أثمان بن عفان إنو يميد رضي الله عنه إساقو النبي قلنا أو بيعاد أقاضي إساقو مقام بعمتي سكلا أو بيعاد أقاضي بسوء أرقني حدا وحماشا المسنف كنا قوار رمي دونا ودرسي قلنا نكو أركي دونا صلحي لفتي سي هشيسك إن قريش ديار النغطي سلا درتت نكي هشيسك أقل لها أي نبي بأسوى الدرين صلوات الله وسلامه عليه أرنتاس أيو ماركتي شيخو أو نوبل أبي دونا درسي قلنا كبل أبانا عقد صلحي هشيسك دمين تي سي لدم أيو أولا يعني قنتن تي سي لحيرو عهد قاسي بلانتا صلحي قلنا قلو أيو ماشي عنوان كانوا عقد مسنك ومسنك ليه رحمه الله. وسمعت قريش بهذه البيعة، وسمعت وحي مقشي قريش قريش با وحي مقشي بهذه البيعة بيعضا أي قلين نبي الله محمد صحابة إيسا أي نكو قلين إني دنتان أين عرر أي وركي با قريش قاري مركي وركي أي مقشي فداخلهم وحا قلي رعب عبسي أرققح عظيم وي رعب وي يأرققح وي با قلي آذ بيو عبسو ذين مركاسي وي وأسرع مركاسي وحي ددجيين بإرسال سهيل بن عمر ننك إلى سهيل بن عمر دريتان كيس أي دران النبي أدران محين أدريان ليعقد الصلحة هشيسك إنو صاحرة وهشيسك أو صاقرة أي أدران سهيل بن عمر مركي أي صادران انتو سنبي صاقرين أو أركي نبي أقرن يدفع ويقيني مركو سهيل وصوص عضاء أركي بوحوك نبي كيري أراد القوم صلحا حين بعثوا هذا الرجل مربح دينك صادرين سهيلة هشيس كيبي دونين إني صلح إلا قلي ربان بوين هشيس كيبي وطان وسيشا قيو نكا سوكالوا نكا هشيس يدعو قلي جريوي مركو هشيس بي أقبلين بولي فجاء سهيل بايني ونبي قويني وتكلم طويلا إن بدنا وأخذ لي عبار بو هذا الدير بو كهذ لي ويا إلى مركي أسقي نبي هذا الكدير ودح مريد بديد حتى قبل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو أقبله الشروط التالية شروطا صوص اعتقد بلا صوص عضاء إلى أو نبي أقبله أي ولهذا ليون هذا الكودي أو دير هذا ويا هذا الدير بعد حمري كبعد نوحي كل شيء إن صلحه شروطا صوصعته أو أفرت قضب ككوبا إن كل شيء أرين تاسبي دمستين شروط مركة لك القرآن إياه بوشيخ نوشيه ندى كوباد وحوي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يرجع إنا ولابتو مع المسلمين مسلمين تيس إنا ولابتو يستوي مسلمين تيب إنا ولابتان هذا العام سنة كان إنا مدينة كلابتان
ولا يدخل أوسن نبي محمد سوغل إن أسي مسلمين تي مكة مكة إن سوغل وصن كان إسكال لارتان ويدخلها نبي مركة أوسوغل مكة العام القابلة سنة كصوص عضو إن إمادان عمره لأي قتان قلب كاس وقلب ككوباته مركة سنة كاللباد أي إمادان مكة إسو عمره استانة فيقيم النبي أو جوغو أسجل صحابيسي بها أي فيها مكدح ذيذا ثلاثة أيام صدح مال موت إن جوغان ولا يكون أوسن أهان مرك إيمان يانا معه النبي لجركيسا من السلاح خبكيسي إن أوسن وحب سوقاذن إلا السيفة سيفت مويه سيفت سو في القراب قل كيدي دحليد كسوغن سيفت نوعين سيقلك كبحصنين شروط باسي قلن يعني إن سند كان أيسك اللابتان سند كدن بعمره ذي كبكتان مركة إيمانا يانا وحبوبا أيقوا مبادان وإن إيمادان إلا سيفت مويه سلاح الراكبة لإلادان قفك صفر كمسافر كأهي قفك أوقات كلية أوته سيفتنا إن يقل كيذ كجلتو عن لقب حين أرمتا شرطي كوبادو صدح ما الموت كبادنا إن ينجوه مركز صدح لا ما الموت عمره ذو ودماته مدنا أي نسكان إن يمشو ذو كل أبتان مدير أي آذان قضب كاس وقضب كوبادو نبي وكا أقبلي عليه الصلاة والسلام قضب كاللباد وحوي توضع الحرب يعني أن توضع الحرب دقال كي إلا جوجيو بين الفريقين لبضكو حوض تحذو ذاها قريش إيا النبي عليه الصلاة والسلام دقال كي قد حيي مسلمين تي مشركين تي إلا جوجيو 10 سنوات إلا 8 سنو إنا الله دقال من حبد الله قبل أبو إلا 8 سن لقار 8 سن أي كده ما نيسو مدرس إنا نوح دقال بحين صوبتنا وامحي سيدك أمام أهلان أو قاركوت قارك كلا أو مارت كبد بادو أرين تاسي كوه شيئين 8 سن إنا الله دقال من وقضب كلا بادو نبي رواك أقبل صلوات الله والسلام عليه قضب كسدحات من أراد قفكي دونه أو قبائل ككلا عربت كمد أهويان أن يدخل إنه وقاله في عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نو محمد بلنتي سئين وقاله عدي دونتا دخل فيه وقاله بلو أقاله عد العدي نبي إنه لهش يسربته وعهد قبائل ككلا أي حلف الله قلان إي عهدي ولقل كرامه ومن أراد دكي دونه أن يدخل إنه وقاله في عهد قريش قريش بلنتي ذي قبيل كربعين بلن لقلانا دخل فيه أسنا وقلي ولو أقولي قبائل ككلا عربتها مركي مسلمين تأي مشركين تريد مكا لقربوا إد ألا عد دونان بإليه شينكرا والسعد والبابا قال ذي ربتنا ذي إليه شيني قال ذي ربتنا يعني وحي إليه شيني مشركين تا لكن شرط با كحرا شرط كحرا وحوي قلبي كستأو له شيسو نبي عليه الصلاة والسلام هذا عهد دد لقلان قبائل كقار إلا قلان أما قريش إلا قلان أيها حبم كوذي قادنا جزء أيها كمينين نقونا والله اعتبارنا هذا قلباسي مثلا يعني سيد الشيخ نوكين دوره مركي عهد قاس لصحيحي أيها وحا لبقى بيلي او عربت كم إذا هاي ولد ودقال كد حيي او دليل جري او بني اللي يراه ذا قبيلة خزاعة يبني بكر لبدا قبيلة ولد ودقال لم يجري لكن دقال كودي او يراضي مركز مسلمين تو عصاب حين او نبي محمد إلهي أصادر دقال كودي يراضي محايا لي قال ذي ودمو حكو مشغولة نبي محمد يسحابي يسألقو مشغولة مركز لبدا قبيل او هري دغالك كدخي با مركي عهدي لك لا صحيح دي با قريش بن بكر با له شي عهدي دي غشاي خزاعه النبي الله محمد صحابتي سبي عهدي ودي غلين ويا مركه هدي بنو بكر اي خزاعه اي درلان ولبدود اي دغالمان هدي النبي بن يعني خزاعه او كالميو بلنتي وا برتي
قريش هذي بنو بكر أكال ميانا بلنك وإن كبحين. ولذلك السبب كيني دونه إنه نبي مكة كدو لفتح مكة أوقف صدو صوت تاسويا وأنا أركي دون إن شاء الله تعالى حيا للمركي لما دي خبير بس كل نقدين بقريش السرعة وحي أكال ميسا بنو بكر markaas uu nabiga ogaada ballankii inay ka baxeen sida darteed buu markii qaflo ku qabsaday oo kaga adkaado markii uu ku qabtay nabiga kaleey salaatu wasalaamu markii qolo walbaaba qoladii ay la taxaalufto oo caadigeeda ay gashay waa juz ayada kamid ah baa loo ixtibaarinaya saasoo kala weeyaan qodobka afraad waxa weey man iltajaa min quraysh ila muslimiina qofka soo magan galo yaani ama u yimaada muslimiinta oo quraysh kamid ah man iltajaa qofkii magan galo oo min quraysh quraysh kamid ah ila muslimiina muslimiintii soo magan galo bimaana soo aado way qofkii u yimaada asagoo muslima mushrikiintii quraysh aha hadii dad ay ka soo islaamaan oo muslimiinta ay u tagaan yarudduhu muslimuuna ila quraysh muslimiintu way soo celinayaan quraysh bay soo celinayaan hatta asagoo muslima hadoo soo islaamo ka soo hijroodo waxa weeye in nabiga uu soo celiyo oo mushrikiinta lagu soo celiyo arintaas waa qodobka afraad uu waxay raaciyeen isla qodobkaasi waman iltajaa min almuslimiina qofka magan galo oo muslimiinta kamidii ila quraysh quraysh qofki soo aado yaani man ata ila quraysh min almuslimiina weeyaan qof muslimiinta kamidii hadoo quraysh soo aado waxa weeye la taruddu quraysh quraysh ma celinayso ila muslimiin muslimiintu ma celinayso qodobkaas nabiga waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam wa qodobka ay muslimiinta saxaabada u cuntami waayay weey aad ay uga wada caroodeen oo sheekhuna noo keenay doon yaani in la yiraahdo muslimiinta qofkii yaani ka soo laabto oo quraysh soo aado lama celinayo quraysh ninkii ka soo islaamo oo muslimiinta u tagana gaalada dibka loogu soo celiyo waxa u maleynaya maanta dadka iyagaan ma yeeleen waa yacni shida dagaal baa laga xigi lahaa weeyaan lagama yeeleen laakiin nabigu waa aqbalay salawaatullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay nabiga meel fog buu wax ka fiirinaya meel fog buu wax ka eegaya waanan arki doonaa sheekha cillada noo sheegi doona oon arki doona biidhni illaahi tacaala qodobadaas bay marka afartaa qodob ayay ku heshiiyeen qoraalkii baa marka haray in la kala qorto uma dacaa caliyan nabiga wuxuu u yeeray caliyan cali bni abi aalib uu u yeeray radiallahu canhu inuu qodobadii u qoro oo labadooda u kala qoro wa amlaa calayhi nabigana wuu yeeriyey calayhi ee calaa caliy bni abi aalibin cali bni abi aalib wuxuu ugu yeeriyey an yaktuba inuu qoro nabigaa yeerinayo cahdigii ballanka isagaa sheegayay suhayna wuu dhagaysanayaa markaasu wuxuu u yeeriyey inuu qoro bismi illaahi araxmaani araxiim hadalka inuu ku bilaabo risaaladiisa iyo cahdiga la qorayo bismi illahi araxmaani araxiim in lagu bilaabo suhayl ibni camrin waa nin mushriga mushrikiintana lafdiga raxmaan la yidhaahda ma ogolaan jirin yacni qaaluu waman raxmaanu bay dhihi jireen waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaani qaaluu waman raxmaanu lafdiga raxmaan la yidhahda ma aynan ogolaan jirin sababta naxariisoo dhan ilaahay baa iska leh ayagana maarat ilaahay in la siiyo ma wada ogolayn markaasaa faqaala suhaylun suhayl ibni camri baa wuxuu ku yidhi maa nadrii man raxmaana raxmaanka aad sheegaysid annagu ma naqaana buu yidhi laakiin uktub uktub waxaad qortaa buu yidhi bismika allaahuma meesha bismi illahi raxmaan raxiim bedelkeedii bismika allaahuma qor nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka yeelay waa ka aqbalay in bismi illahi raxmaan raxiim aan la qorinee bismika allaahuma la qoro fa amarahu nabiga cali buu amray fa amarahu cali waxaa faray rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu faray an yaktuba daalika arrinkaas inuu qoro oo bismika allaahumada inuu qoro buu nabigu cali amray weeyaan uma amlaa mar labaad buu haddana nabiga yeeriyey waxaad qortaa buu ku yidhi cali oo u yeeriyey haadaa maa saalaxa calayhi muxammadun rasuulullah waxaad qorta caliyow haadaa waxaan aan qorayaahay maa shay weey saalaxa calayhi uu kula heshiiyey shaygaba muxammadun rasuulullaahi muxammadkii rasuulka alla ahaa suhayl ibni camrin uu kula heshiiyey qor sidaasaa la yidhi markuu intaa cali loo yeeriyey faqaala suhaylun suhayl ibni camri baa marka hadalkii qabsaday low naclamu annaka rasuulullaahi maa saddadnaaka cani albeyti walaa qaatalnaaka low naclamu haddaanu ognahay
أنك أذيك محمد رسول الله ألا رسولك إنا تايهدان أغان لهي أنكرسن لهي ما سددناك عن البيت بيت إلهي كومدي إبنان وكامه رستاقنين ولا قاتلناك كلمان الدررين مالك الرسول إلهي كوم اعتراف سنينوي إنا الرسول تاكوم اعتراف سنيني ولكن أكتب حد قرطا محمد ابن عبد الله قر محمد او انا عبد الله ويل كيسي قر الى الرسول كان انا كومن قال نبي يدي مركا انت قر نبي وكي الى عليه الصلاه والسلام فقال مركا سو هو كيري نبي و هو ارانيا اني رسول الله وان كذبتموني اني انا رسول الله الا الرسول كو سو درسدو اديغي سي بان اهي وان كذبتموني ابد ابنسان حدا دونتان لينكي ابيني حدا رتا لك اني رسول الله بان اهي لكن ولغا دين لغو قري ماي وامر عليا نبي علي بو وحو امري ان يمحو ذلك الا علي مرفر وقري هذا ما صالح عليه محمد رسول الله مركو قري ايا نبي وحو يري ترتر بو يري وحو فرع ان يمحو ذلك ارنكا انو ترتره رسول الله انو تره ويكتب اوقر محمد ابن عبد الله محمد في إن عبد الله أها إن قرى أي أمري فامتنع علي عن المحوي فامتنع ودي ذي علي علي ودي ذي عن المحوي ترتانك رسول الله إلا ترى ودي ذي حيث أنك هدوس مشرقا كو أقول الرسول إله إن هذا نهي أنا الرسول إله كو أقول مرك ما ترى يبوي أنا قرني نبي مركز وحويري يعني ما أردت ماشي يكون قرنتها محمد الرسول الله يتس رسولك يتس نبي لتسي فمحاه صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة نبي آيات ري صلوات الله وسلامه عليه بيده الشريفة بيده الشريفة لعنتي سي شرفت لحيد وقيمها لحيد أي كتر النبي عليه الصلاة والسلام علي مركو ديلي نبي آيات ري صلوات الله وسلامه عليه مركا وكتبت وآل قري نسخة ثاني لبق يعني قرال أي لبق نسخة لقى السمية يعني لبق وبيبا لقى دقيوية نسخة لقريش قرال وحا اسكاله يعني نسخة وحا اسكاله قريش با اسكاله قرال كان لو قري ونسخة للمسلمين مسلمين تنكو بقوذي إليه لبدا ورقضوت با لقري لبدا وذين أواه لبدا صحيحي مركاسا قلنا يعني مشركين تنتوذي قادنا يعني مسلمين تنتوذي إليه لكن مركي صلحي هشيز كيدا ماذي يا لبدي قبيل او بنو بكر اي خزاعة اي لبدا سكوحوت اي كوكلا بيرين بنو بكرنا قريش بعهد جيدي قشي خزاعة نبي الله محمد اي مارتي وحي الله شيسي دفكي مسلمين تابع عهد جيدي بلنتو ذي قلين ويا مركي هالكاس ورقد دين لقري لكن آن لصحيح وقرالك ولي أو فوش الصعود ولي صحيح أو سند ماني يا ومال إلهي وحكوته سهيل ابن عمرو كان حد هشيس كجليه ويل أو دلي أبو جند اللي يراهدو أو مكاكو حر حرناي ومرف رسول إسلامي أي مركو مقلي مسلمين تيبا حديبية جوكتو وصو قصتي وصو بحصده مكاكا صو بحصدي أصدو سلسلة ديه كحر حرنا جيدي لصو بحصدي ناشي مركو يمد أبقي أبيه سار هشيس كجليه وحو مركي بكب الله بويري بلنتي أبوه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال محمد هذا الكبوه الرئي حدث فلين كرته وكان أبو يرين إن كان هذا إذن كيمد أنا أقول إن كيمد إذن كيمد وإن هذا بلنتي إنس عطار طويل كان إنا علي سدوية نبي إيه دافو يري ولي بلنتي معانا قرارك معانا لما يرين ما الله صحيح المركاس يري وحشيسا كله قال إيه بلا معرف مركاس يري وإيه أنا كاعصنا يا إيدا مركاس يري كود دين مايه مركز سيدي كعلي هرتو انت كل ربعيه اي دبو عليه مسلمين تا ايغو اول با قدبكا كعريسنا بين ويلكا علنتيس هادنا عركه لك سي قاده او اد غسي حناقين ويا قضيه ابي جندل ابو جندل نينك اللي يراهدو ارنتيسي بو هلكا مسندك نوو شيغي وبينما الكتاب يكتب جاء ابو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو ممثل قريش ممثل قريش في هذا الصلح وبينما الكتاب قرالك مرك أو أها يكتب مثل قريه با جاء وحا يمد أبو جندل ويلك أبو جندل اللي يرهدا يمد وهو أبو جندل كنا ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو ويلك سيوي وضاق عن هشيسك قليه ويلك سيوي وأها ممثل قريش قريش منك مندوبك أو أها
oo wakiilka uga ahaa ee matalayay fi hada sulhi heshiiska ninka uu matalayay heshiiska uu galayay ahaa wuxuu abu jandal isagoo yahjilu fi quyudihi yahjilu isagoo yaani ku boodboodayo fi quyudihi xargiga uu ku xirxirnaa ee silsiladihi dhexdooda ku boodboodayo oo silsiladihi ay ka lushaan ayuu yimid yaani waxa yimid abu jandal weeyaan marka yahjilu marka tiraahdo yaani waxa loo jeedaa ay yathibu fi mashihi muqayyadan qofka marka uu silsilada ku xiran yahay si fiican uma socon karo sida ratiga la dabro oo kale sida uu ayar ayar hadba lug mar u qaado oo kale sidii oo kale isagoo u socdo oo silsiladihi ay ka lushaan ayuu wiilkii yimid weeyaan markuu arkay fatalaba sufaylun suhayl ibn amr wuxuu nabiga ka dalbay radda wiilka cilintiisa hadda noocili buu yiri noocili buu yiri markaasuu faqaala nabiyyu sallallahu calayhi waali wasalam nabiga marka wuxuu ku yiri innaa lam nabdil kitaaba bacdu weli ma aanan dhammaynin oo ma aanan saxiixin qoraalkii ma aanan saxiixina see u leedahay riwaayada ibn hishaam oo kale markuu qoray wuxuu leeyahay yaa muxammadu lajjat alqadiyatu bayni wa baynak qabla an yatiika hada yacni wuxuu leeyahay muxammadu lajjat alqadiya yacni tamat alqadiya qadiyadii arrintii aan ku heshiinayna wuu dhammaystirmay oo aniga adiga dhexdeenna ahaa qabla an yatiika hada wiilkaan intuusan kuu imaanin ka hor baan go'aankii dhammaystirannay marka fuli buu yidhi markaasuu yidhi wada kitaabkii weli ma aanan saxiixin faqaala markaasuu wuxuu yidhi suhayl ibni camrin idan laa uqaadiika calaa shayin abada idan marka hadday sidaa tahay laa uqaadiika kugula heshiin maayo calaa shayin abadan wax dambe kugula heshiinaayo ma jirto haddaa tan fulin weydo heshiis noo jiraba maba lehba waa ka laabanayaa weeyaan markaasuu faqaala sala allahu calayh waali wasalam nabigaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa ajizhu lii hadday saa tahay wiilkan aniga iida oo ii ogolow qaala marka wuxuu yidhi suhayl laa maa laa ujiizu laka buu yidhi kuuma banaynaayo kumana siinaayo maya buu yidhi laa buu yidhi kusiin maayo markaasuu wadaraba suhaylun suhayl oo odagii ah ayaa wuxuu garaacay abaa jandali abu jandal ninka la yidhaahdo oo wiilkiisii ahaa ayuu garaacay oo celiyey oo hantaa turreeyey hore u wada weeyey muslimiinta dhexdooda ku garaacaya markaasaa wasaaxa abu jandalin abu jandal oo silsiladihii ku xiran ayaa qayliyo dhawaaqay muslimiintii buu la hadlaya yaa macshara almuslimiin muslimiinta kulankeediyo uraddu ila almushrikiina yaftinuunanii fii diinii uraddu ma laya celini wey uraddu miyaa laya celinaya ila almushrikiina kuwii mushrikiinta ahaa ee gaaladii miyaa laya celinaya yaftinuunanii inay iga fitneeyaan fii diini diinkayga inay iga fitneeyaan darteed miyaad ii celinaysaa maanta maadaama aan idiin imid hadalkaasu maaragtay oo aad dadka muslimiintan usii gubay ayuu hadalkaasi ku yiri wey faqaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam nabigaa marka wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا اصبر صبر بو إلى أبو جندلو واحتسب أجر حساب سو إلهي أجر ويديسو محايل فإن الله قال جاعل لك أذيك وحكو يالي ولمن ددنا وحكو يالي معك أذيك كل جراء من المستضعفين ذاتك المارتين لأدون صداء لضعيف صدائه يوحكو يالي دونا فرجا يعني فرج بأفر الدونة هي مخرج المال أي كبحان إلهي بفرج إذي فر الدونة كسبر أجر ويدي سبو يري محايا لبلنا أنقلني ما نكلا بنكر نوي بلنا بنقلني مركا لا ببو يري أرنتي سيدا أسا مركا أبو جندل أو لقو علي وأغرى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب باوحو كبور ريو كتر ترسيي أبا جندل ويلك أبا جندل لي راهضه ليقتل إنو دل أباه أبيه إنو دل سهيلا سهيل إنو دله فلم يفعل لك ما هو نسمين يعني وحي إليه شيخ وصوكه بي عمر مركو أركي أضغي سهيلها ويلك رباح يسيوه يوسفتي سي عمر قربك أسارا انتهي أمر كي نبي إنو جبي يمربه انتو استاقيب وحقوتك أبو جندل مركاسو قربك أرى رعي سيفت أدوهي مركاسو حوليها اصبر يا أبا جندل أبو جندل صبر فإنما هم المشركون
kuwan waa dad mushrikiina way wa inama damu ahadihim midkood dhigiisa waa damu kalbi ay dhigiisa kala weeye iska sabar markaas uu garabka u raariciyay seefta u dhaweeyay markaas uu xuleeyay umara oranay wuxuu yiri rajawtu an ya'khudha sayfa waxa rajaka qaba wiilka inuu seefta inta qaato fayadriba biha abahu wa marka aabihi oo madaxa ka jaro laakin wuxuu leeyahay fadanna ar-rajulu bi abihi laakin ninki abu jandalaha abihi buu ku bakhiilay inuu dilaba u diiday buu yiri marka laakin aabihi isbuu u bakhiilay buu yiri yaani inuu dilama uusan doonayn inuu weeyaan ala kulli xaal ninki abu jandala sidaas lagu celiyay muslimiintiina carag kale bay ka sii qaadeen ayagoo heshiiskii markii horeba aan raadi ka ahayn celintii la celinayo oo isa kacbadii laga celiyey ay yacni ay maaragtay isa raadi ka ahayn oo la yidhi sanadka dambe imaada la yidhi haddana annaga qofkii idinka idinka soo laabtay idiin celin mayno ka naga yimaadana noo soo celiya weliba ficil ahaan loo fuliyey arrimahaas aad bay uga xumaadeen wey ayadoo marka dadkii muslimiinta aad u caraysan yihiin ayaa marka suhaylna laabtay heshiiskii la laabtay nabiga marka dhameeshii waa loo diiday waa la sharay xasri baa dhacay meesha haddii lagugu xiro oo adoo cumro soo niyeystay aad soo baxdo ama xaj soo niyeystay laakiin lagu sharo laguu diido kacbada inaad gaarto meesha aad ku xalaal noqonaysay hadigaa wadda waa inaad meeshaas inta ku gowracato meesha lagugu xabisay inaad hadigiina ku gowracdo madaxana ku xiirato ood ku xalaal noqoto weeyaan wa haddaanad laakiin goormo weyn waa markaad aadan shardi soo gelin weyn laakiin shardi haddaad marka hore soo gashoo tidhaahdo allah iyo meeshii laygu xabisan ku xalaal noqonaya haddaad shardiga hore usoo raaciso hadiga lagaama rabo meeshaas lafteedaad ku xalaal noqonayso waxaad iyo lagaa doonaya ma jiro marka muslimiinta ma aynan shardinin cumradiiba marka halka looga xalaal noqon xallu lmuslimiina muslimiinta xalaal noqoshadoodii min alcumrati cumradii ay ka xalaal noqdaan iyo waxusnuhum murugtoodii iyo caradoodii ay qabeenoo ay ka xumaadeen ay ka murugoodeen calaa qadiyati sulxi heshiiskan yacni maaragtay arrintiisa ay ka xumaadeen ay ka murugoodeen buu musanifka meeshaan yacni u caqiiday cunwaankan weeyaan walamaa faraqa rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam nebiga markii uu faaruqay uu ka baxay dhammaystiray min qadiyati alkitaabi heshiiska qoritaankiisii markii uu faaruqay oo dhammaystirtay yuqaala lilmuslimiina muslimiintiibuu markii nebiga la hadlay maadaama la laabanayo meeshaana lagu xalaal noqonayo yuu yidhi quumuu fanxaruu uma xliquu quumuu istaaga muslimiintiiyey fanxaruu hadyigiinnay aad wadateen xoolihii gowraca uma xliquu madaxiinana xiirta oo xalaal noqda hadalkaa markuu u dhawaaqay saxaabadii oo maqlayso famaa qaama axadun qof istaagay lama arko saxaabadii oo dhan hadalkii nebiga wuxuu istaagay ma jirin xataa qaalaha talaata maraatin ilaa saddex jeer oo mar walbaba yidhaahdo quumuu fanxaruu uma xliquu markaasaa wax istaagaayay jirin awalna maxay ahayd markuu hal arrin yacni shayga uu yidhaahdo nebiga inay horey ka fuliyaan bay ahaan jirtay laakiin sulxigaanay ka xun yihiin heshiiskaanay ka xun yihiin xataa qaalaha ilaa uu yidhaahdo nebiga ku celceliyo talaata maraatin saddex jeer uu ku celceliyo famaa qaama axadun cid istaagta lama arko saddex jeer buu dhawaaqay markaasuu nebiga isagoo fasacsan oo saxaabadii ka argagaxsan yuu fadakhala calaa ummi salama xaaskiisii oo markaa la socoto ummu salamo ahayd kaymadii yarta ay deganaayeen buu u tegey xaaskiisa u tegey wadakara lahaa nebiga wuxuu u sheegay ummu salama daalika arrinka in saxaabadiisii maanta wax la yaabla uu ku arkay saddex jeer intuu yacni la hadlay oo yidhi war istaaga oo xoolihii nina qala madaxii nina xiirta hadyigii gowraca wuxuu istaagana oo waayey ayuu arrintaas uga sheegay marka waa talow ka rabaa ummu salama marka talay siisay radiallahu canha nebigii uu ishaartay talo siisay weeye fa ashaarat ummu salama waxay ishaartay an yaquuma nebiga inuu istaago huwa isaga inuu kaco isagoona cidna la hadlin an yaquuma inuu istaago huwa nebigu istaago oo markaasi fayanxara uu gowraco badanatan hashiisii hadyiga ahayd uu qalo wayaxliqana uu xiirto ra'sahu madaxiisana uu xiirto kii u xiiri jiray intuu u yeeray yidhahda kaala ii xiir oo madaxa loo xiiro walaa yukallima axadan qof saxaabada ka midan inuusan la hadlin ficil ahaanina wixii u sameeyo
maxaa yeelay waxay og tahay haddii nabigu ficil uu sameeyay cid ka haraysa inay ma jirin oo ayaguna sameyn doona fafacala marka taladii Ummu Salama ayuu qaatay nabiga sidii buu yeelay yacni waqad naxara wuxuu gowracay nabigu jamalan ratibuu gowracay oo liabi jahlin abu jahl uu iska lahaa ayuu gowracay ratigaasoo kaana fii anfihi sankiisa uu ku xiran yahay buratun min fidatin yacni garaangar ama xalaqad yar oo yacni maxaa la yidhahdaa qalin ah ay ku xiran tahay burada waxaa la yidhahdaa waa sanka ratiga marka in la layliyo la rabo sanka bir looga xiro ayaa burada la yidhaahdaa weeyaan taasaa loo jeedaa marka in la layliyo marka la doonayo baa sidaa loogu xiraa marka rati ghazwatu badrin abu jahal lagaga qabsaday oo nabiga uu markaa hadiy ahaan u watay iyo ku xumayn oo nimanka gaaladana ku caragelinayo ra'iiskoodii ratigoodii in la qalay iyo hadigii nabiga markuu gowracday weeyaan fana waqad naxara nabigu wuxuu gowracay jamalan ratibuu gowracay oo liabi jahlin ninka abu jahla uu u sugnaaday oo lahaayo ghazwatu badrin looga qaatay kaana ratigaasoo fii anfihi sankiisa oo ku sugnaa buratun birtaas oo garangarta ihi oo min fidatin qalin ah oo sankeeda ku xirnaa ayuu gowracay weeyaan muxuu u gowracay liyaqiida biha almushrikiina liyaqiida inuu carageliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam bihii bidabxi haada aljamali ratigaa gowracidiisa almushrikiina gaalada inuu ku carageliyo ayuu maaragtay nabigu sidaa u yeelay weye falamaa ra'a annaasu saxaabadii markii ay arkeen oo dadkii markay arkeen nabigiio xoolihiina gowracay madaxiisiina xiirtay bay qaamuu istaageen fanaxaruu markaasi xoolahoodii hadigii gowraceen waxalaquu markaasi madaxa xiirteen markay madaxa isku xiirayeen wakaada bacduhum qaarkood wuxuu sigay yaqtulu bacdan qaarka kale inuu dilo ghaman murug darteed caro darteed cadhaysan yihiin yacni markay isku xiirayaan yacni waxa weeyaan ninkan waa cadhaysan yahay cara hayso heshiiskan uu ka cadhaysan yahay saxaabiga saxaabi kaleo madaxa u xiiraya warka ma hayo sakiinti dhiig buu ka keenay kii laga dhiigga laga keenayna ma dareemaayo kii dhiigga keenayana ma oga inuu ninkaasi maxaa la yidhaha sakiinta oo madaxa uga jaraya ma oga weeyaan marka inuuba qaarkood qaarka kala dilo ayayba sigeen carada dartii ay cadhaysan yihiin weeyaan wakaada bacduhum yaqtulu bacdan ghaman liajli ghamin caro darteed iyo murug ay arrintaa ka murugaysan yihiin inuu qaarkood qaarka kale madaxa yacni soo u xiirayo dhaawac weyn u geysto ayayba sigeen weeyaan waqad naxaruu saxaabadii waxay gowraceen alibila geelii ayay can sabcatin halkii rati can sabcatin bay ka qaleen weeyaan todoba ayaa laga qalay walbaqaratana yacni siciina can sabcatin baa laga qalaa yacni hadyiga waxa weeye toddobadii qofood neef geela way wadaagi karaan oo hadyigi waa ka gudaya neef lo'ana wuu ka gudi karaa weeyaan ama ari markuu yahay qof walbaba halkaa keligiisa se qof walbaba hadyigii neefkiisa gooniga inuu qala baa la rabaa wey laakiin toddoba qofood hadday hal neef isku darsato oo geela ama lo ahi waa ka gudayaa wey saas u jeedaa marka toddobadii nin oo saxaabada ka mid ahba hal neefoo geela ama hal neefoo lo ah ayay iska qalayeen weeyaan markii arrintii ay xoolihii qaleen oo madaxii xiirteen nabigeenna wuu u duceeyey dadkii madaxa xiirtay ayuu saddex jeer u duceeyey oo yidhi yarxamu llaahu lmuxalliqiin ilaahay dadkii madaxa xiirtay ha u naxariisto qaarna way gaagaabiyeen qaarna way xiirteen yarxamu llaahu lmuxalliqiin markaasay dhaheen walmuqasiriina yaa rasuul allah ila ducada nabiga nin walba wuu rabaaye ku dar dadkii madaxa gaagaabiyeena rasuulkii allow markaasuu yarxamu llaahu lmuxalliqiin oo mar labaad ku celiyey kuwa madaxa xiirta ilaahay u naxariisto markaasay yidhahdeen walmuqasiriina yaa rasuul allah kuwa gaagaabiyeena ku dar mar saddexaadu haddana yarxamu llaahu lmuxalliqiina buu yidhi markaasay walmuqasiriina ka daba dheheen mar afraadkiiba walmuqasiriina nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwa madaxa gaagaabiyeena ilaahay u naxariisto markaasay waxay dhaheen maxaad yacni saddexda jeer dadka xiirtay aad u siisay oo dadka gaagaabiyeyna aad uga badisay naxariista markaasuu wuxuu ku yidhi innahum lam yashukuu arrintan sulxiga dadka madaxa xiirtay shaki ma aynan gelin sidaa darteed baan raxmadda ayaga ugu badiyey buu leeyahay wakaana xusnu lmuslimiina lisababayn ithnayn sababta muslimiinta ay la murugoodeen ayuu musanifka noo sheegay inay laba sababood tahay
وكان وحو أها حزن المسلمين مسلمين تمرقتو ذا مرقودين لسببين لبا سببود واثنين لبايا أي درتين أي أمرقودين الأول متكهر وحوي رجوعهم بغير عمرة كو إني لابتان عمر الآن ومد كوبادو وثاني مدك اللبادي لمرقودين وحوي عدم المساواة بين طرفين لبادي كوحود لبادي دناع ومسلمين في مشركين حقي في برود الصلح صلح قد بديسي إني نقص النين عدم المساواة سنان الآن بين الطرفين لبادي فريق ومشركين في مسلمين إني نقص النين في بنود الصلح صلح قد بديسي إني سنفشيسك قد بديسي إني نقص النين arintaas labada sababood ayay maaragtay akent iyo labada sababood ba keentay inay ka murugoodaan weeyaan fal muslimuna yaani sida ayna muslimayn buu rabaa inuu sii sharxo fal muslimuna muslimiinti yarduuna way cilinayaan man jaa ilayhi qofka ayaga u yimaado shirkiintii ay u cilinayaan wa quraysh mushrikiinti quraishna la yarduuna ما علينا يا بقى أيه وين ما دمر كمس من اللبذاس بنودس قذبذا قذبص من أي معه ويا النبي دمر كلبذا وذيبا ودجيء أو معرف ذكي وحس ليه فطمأنهم النبي جوحو كحل كدجيء ذكي صحابذي فطمأنهم ودجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالله عن الأولي bandiga hore oo qodobka hore ay ka murugoodeen wuxuu ku qaboojiyay oo saxaabadiisa uu ku dajiyay baannahum saxaabadi sawfa yaatamiruna inay umraysan doonaan fil aam al qadim sanadka soo socda inay umraysan doonaan horta taa qabsada umradii far ru'yatu sadiqa ru'yadii aniga aan arkay runbay ahayd maxayelay يعني سند كدم بأ أني إذا ما أرن السند كان عمره سنة لكن إن عمره سنة نان إذا رؤيكوا أركي سند كدم بعد عمره سنة دون تان تاوي كقبو بينه فالرؤيا صادقة رؤيا ذي متدب أهويا وفي هذا الجزء مركب إن سند كان أي لابتان أو أين عمره سنة جزء كاس هشيز كأرنتاس أو من الصلح قيبتا وفي هذا الجزء قيبتا أو من الصلح هشيز ككمذه وحدحذي سكسقا مراعاة لمشاعر الفريقين إلى للا إلى لنا يوم درين كاللبادة بنا لبادة كوحوب درين كوذل إلى لنا يبا كسقا ووامحي هذه مشركين تا ايسو استاقين نلوسو قلي ما يمنع إيمان إيسان سند كان مع عمر إيسان إيسان waxa iimaanay hadii la diidi laha horta dagaal baa iimaan laha dagaalku waa laga badbaado waa mid koobaad oo quraysh in laga laabto oo sanadkan aanan la iimaanin waa maslaxa oo waxay soo jeediyeen oo laga aqbalay mashaaciirtoodii iyo dareenkoodii waa la ilaaliyay muslimiintana inay sanadka dambe soo umraystaan oo mushrikiintuna ay ogolaato ayaduna waa mashaaciirtooda la ilaaliyay weeyaan dareenka muslimiinta waa la ilaaliyay marka arintaas waa mid uu nabi ku dajiyay saxaabada qaybteeda koobaad weeyaan midda labaad wa tamanahum uu dajiyay nabiga oo uu qaboojiyay ani taani qodobka labaad ay ka murugoodeen oo ah qofkii muslimiinta u yimaadana hal celiyo gaalada wixii aadanayaan iyana soo celinin arintaas wuxuu ku dajiyay بأن من ذهب منا قفك أنك نجت تجاهي أو إليه مشركين تأذى فقد أبعده الله إلهي فبيك ما وبعني يعني قف مسلمين تقف كر الدوبه أو مرتب نقضي وكتجي قال هذا أقلي وخير إليه هلا ما أركه إلهي فبيك قف مرتب يربه لأنه ما بعنوه مسلمين تو ما بعنوا كفتوين ومن جاءنا قفك نوي ما دون منهم مشركين تكم إذنا ومرك حق أن السوء هذا فسيجعل الله الله حقيا له أحد كاسي فرجا ومخرجا ما يلبو إلهي أفرا فرج با إلهي سيني إلهي با أفرا يمخرج كالتوه هلي دوناه مرك أرنت أسكد مننا يعني أسكد من الصحابة وقلب كبوجيه النبي عليه الصلاة والسلام قفك أيها كر الدوبة وحفا إذا مسلمين توتر الله لما أركوا شرط أفطيوي طلبات كنكلة إلهي بفرج أفرا وأنا أركض وأنا فرج بإلهي أفرا ياوي وكان قوله صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكيسة هذا أو كنئه وحوءها مبنيا متكلسا على نذره البعيد
tiiradiisa dheer oo aad u fog mid ku dhisan buu ahaa. Yacni nebigu wuxuu dareemay heshiiska markii la galay, waxa loo galay waa ree Madiina oo nebiga uu matalayay iyo muslimiintii, iyo ree Maka oo quraysh ay matalayaan. Sidaas heshiiska loo galay. Hadda dad kale oo muslimiina baa jiro oo meel kale jiro, muslimiinta maalan xabasha ku maqnayd oo kaleeto halkaasay jiraan. Qofka muslimka ahoo yacni mustadcafka ahee Maka lagu haysto, hadduu Madiine aado waa in la soo celiyo soo maaha, laakiin wuxuu haystaa shard, yacni meel aan shardi ku xirnayno, hadduu xabashada iska aado oo dhulka xabashada uu tago, cid soo celinaysa male, maxaa yeele bunuudi kuma jiraan weyaan. Bunuudi iyo heshiiskii la galay kamid ma aha. Marka nebiga meel fog buu wax ka fiirinayay salawaatullahi wasalaamu calayh. Fainna wuxuu leeyahay sheekhu, faina jamaacatan koox oo min almuslimiina muslimiintii kamida, lama tazal weli kama ayan zuulin fi lxabasha, lama tazul fi lxabasha, xabasha inay joogaan oo dhulkii ay u hijroodeen, weli kama ayan zuuluna xaggaasay jiraan. Walam yakun mana ahayn yantabiqu calayhim kuwa uu ku daboolmayo uu ku fulayo haada alcahda, ballantaan iyo heshiiskaan la galay dadka xabasha jooga kuma fulayo wey. Kolka fakaana wuxuu ahaa shanigu yumkinu miduu suurogel yahay allujuu ilayhim muslimiintaas reer xabasho joogo aaditaankoodii lilmaxbuusiina dadka maxbuusiinta oo Maka ku xabisan fii Makata Maka ku xabisan inay halka aadaan waa fursad u furan weeyaan. Halkaas hadday aadaan lama dhihi karo hana loo soo celiyo. Sababtu waxa weeye daartii dadka muslimiinta ay deganaayeen oo Madiino oo heshiiska lagu galay ma ayan soo aadin, sidaa darteed lama soo celin karo. Muslimiintii marka mustadcafiinta intay baxsadaan oo Maka ka tagaan ayay aadi karaan meesha la yidhaahdo Xabasha ayay aadi karaan wey, cid soo celinaysana male weeyaan. Marka laakiin wuxuu yidhi sheekhu, laakiin nase dhaahira alcahdi ballanta yacni daahirkeeda waxa ka muuqdo ballanka iyo heshiiskii cahdiga la galay sulxigii, daahirkiisa markii la fiiriya kaana fi saalixi qureyshi, quraysh ayuu u danaynaya dantiisa saalixeedu uu ahaa, waa quraysh baa danteedii loo sameeyey, daahirka sidaas weeye. Marka falam yazal ma unan zuulin lahu sulxigaas heshiiskaas oo nebiga oo mushrikiin la galay inuu atharun raad inuu leeyahay, raad iyo saamayn oo shadiidun daran inuu leeyahay fii acmaaqi mashaacir lmuslimiina, muslimiinta dareenkooda yacni guntiisa hoose inuu raad ku leeyahay kama uunan zuulin buu leeyahay. Yacni heshiiskan inuu liidnimo yahay oo nebiga liidnimo uu soo qaatay inay arrintaas ay dareemayaan muslimiinta ma ayan ka zuulin wey. Sababuu nebigan u soo qaatay yacni maaragtay shaygan liidnimada ah oo mushrikiinta uga aqbalay inay weli leeyihiin ma ayan ka zuulin dadkii muslimiinta buu leeyahay. Xataa jaa ilaa uu yimaado cumar bnu lkhaaabi, cumar bnu lkhaaab uu yimaado oo nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam, wa qaala uu yidhaahdo yaa rasuul allah, rasuulkii allow, alasnaa calaa xaqin, annaga haddaa muslimiin nahay miyaanan xaq dushiisa ku sugnayn, wahum kuwa mushrikiintana calaa baatilin, baatil miyaanu ku sugnayn, kuwa baatil haysto ahlu baatila miyaanan ahayn annaguna ahlu xaq aanan ahayn. Qaala balaa buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, haa buu yidhi annaguna ahlu xaq baa nahay ayaguna waa ahlu baatil. Qaala cumar wuxuu yidhi alaysa qatlaana, kuweena la dilaahi miyaynan ahayn fi ljannati, jannada kuwa gelayo oo gaalada kuway dilaan shuhada ahoo jannada gelayo, wa qatlaahum kuwan ayagu ka dilnana kuwooda la dilo mushrikiinta aanu ka dilnana fi naari, naar ay ku sugan yihiin miyayna naar gelayn kii shirka ku dhinto, annaga haddiina la ka dilana miyaana shahiid ahaynu qofka jannada uusan helaynin. Qaala bala, marka macnaheedu waxa weeye haddayba mar annaga kii naga dhintaahi oo gaaladu ay dilaan jannada uu gelayo ayaga kaan ka dilnana uu naar gelayo maa la dagaalna, maxay heshiiska ugu aqbalaysaa weeye, maa nimanka iska dhicinno saas yacni hadalkaasuu wataa weeye. Qaala balaa buu yidhi haa buu yidhi rasuulka ilaahay. Qaala markaasuu cumar wuxuu yidhi arrinku hadduu sidaa yahay fa fiima nucti daniyata fii diinina, fa fiima maxay baan nucti aanu siinaynaa addaniyata liidashada fii diinina, diinkeena maxaan u siinaynaa oo mushrikiintii wax maartay waxa dantooda loo siinaa annagana wax hooseeyo, liidnimada aanu u qaadanaynaa buu leeyay, maxaan u aqbalaynaa liidnimada wey, oo wanarjicu aan u laabanaynaa yacni min cumratina wa min jihaadina, cumradeena maxaa uga noqonaynaa, jihaadkeennana maxaa uga noqonaynaa, maa la dagaalanno
nimanka ma la dirirna saas uri walam hanu laabanayna walamma yahkum illahu iyadu san rabbi kala saarin baynana anaga dhaxdeena iyo baynahum ayaga anaga iyo ayaga rabbi asagoonana kala saarin maxaan uga noqonayna maan dagaalano hadaan dhimanana jannaan leenahay hadii anayga dilana naaray galayaan maxaan maarto u sameyn lacnaa sidaas uu نبي هو غابي عليه الصلاه والسلام عمر انه اد عريسيه اركيا فقال قال النبي وحي عليه الصلاه والسلام يا ابن الخطاب انا خطابه اني رسول الله انا رسول الله ما ولست عصيه كن عاصم ماي الهك عاصم ماي سبحانه وتعالى وهو الله معبودك يا انا ناصري الله يغرغاريه وي ولن يضيعني ايمان الضيعه ابدا ولقد الله يضيع ماي ويغرغاريه marka tartiibsa way umar rasuul allah nahay ilaahna kuma caasinin masalixda muslimiinta iyo aragti dheer oo nabigu u fiirinayo ba arintaas uu sameeyay ilaahayna idayci maaye yaani sidaas buu u sheegay way rabbina ana kuma caasinin way umar way sheegay way markiiba nabigu uu ka tagay markaas abuu bakr hadana aradiisa kula dhacay thumma intalaqa wuu tagay umar ba tagay mutaghayyidan asagoo caraysan ila abi bakr abuu bakr buu u tagay faqala lahu markaas abuu bakr wuxuu ku yiri ma qala li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka wuxuu ku yiri oo kale ayuu ku yiri wayan wa ajabahu umar aw ajabahu abuu bakr ba u jawaabayo wuxuu ugu jawaabay bima ajaba bihi rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam mana usan la joogin waqti uu nabiga jawaabay abuu bakr wuxuu ku jawaabay umar wixii nabiga ugu jawaabay oo kala ugu jawaabay oo dajin ah way thumma qala li umar abuu bakr ba markaa wuxuu ku yiri umar fastamsik bigharzihi hatta tamuta wallahi innahu la'ala alhaq umar wuxuu ku yiri fastamsik qabsa umaru bigharzihi nabiga yaani taa'adiisa iyo hadigiisa qabsa oo ku dhagweeyaan hatta tamuta ila aad ka dhimato wallahi fa wallahi allah ku dhaartay innahu nabiyullah muhammad la'ala alhaq haqbu dushis ku sugan yahay warniyo umaro taacada nabiga iyo hadigiisa qabsab uu leeyahay ka bixay tartiibsa uu leeyahay maxaa yeelay markaa tiraahdid yacni gharza fulanun gharzan markaa tiraahdo waxaa la yiraahdaa ataa'a sultana ba'da isyani ninka sultaanka ahaa markuu inta ku caasiyo dabadeed oo ateeco yaa la yiraahdaa fulanun yacni gharza gharzan baa la oran weeyaan marka hadigiisa qabso oo ha ku caasinin hadalladan oo kale ha kala imaanin joog nabiga xaq ku sugan yahay buu cumar ku yiri ثم أنزل الله تعالى الله حسود جي إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آياتها سورة الفتح أي سود جي إنا أنك فتحنا وانفرنا لك أذيك النبي الله محمد فتحا فريد أو مبينا عبان كوفرنا سورة داسة سود جي مركي سورة داسة نبي حديدي جو بي سود جي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر عمر إنه أرنت كعري سنابو أغا ووعد روحو إلى عمر يويرا مركي الله كينينا فأقرأه إياها هو أخرسيي إياها سورة الفتح أي نبي عمر أخرسيي كتل أخريوي عمر استقل أرنت لي يا بنبو فقال وحير عمر يا رسول الله أو فتح هو أو فتح مكان فتحي أو فتح مياه هو مد كان مياه فتحي أعداء سومر مي إلهينكم أبيني كرا لكن كسؤال هانو أجيبيني nabiga heshiiska oo soo qaatay ba fadhi laga dhigay in ilaahay uu nabiga u furay ayaa laga dhigay oo allah ka dhigay markaas uu noo makana fadhiya ma sidaan aan aragnay ba fadhiya qaal naam nabiga wuxuu yiri ha fadhi way umar markuu nabiga naam yiri inuu fadhiya u sheegay fataabat nafsuhu naftiisa way ogolaatay way aqbashay umar yaani tiibay noqoto waa wanaasanaatay warajacuuna allah markii aayadka lagu dul akhri ثم ندم عمر هذا الكي او نبي كو علعلني اي اادو خماداي ثم ندم عمر واو كشلاي على ما فرط منه وحك بحصدي هذلده كتغي او نبي هادلك اد ادو كو ييري اي اادو شلاي مخا كو وته هادلكاس ايو ييري مركاسو فعمل وحو سميهي
لأجله هذا الكاس أي لأجل ما فرط منه هذا الكبع إسقى إي هذا لنا أويري درتيد بوحو وعمل فلي أعمالا أرمبضا وعمال فربضا بوسمي لم يزل مؤونا زول عمر كما زول يتصدق إنه وحديبي وحصدق إسنه ويصوم أو سومه ويصلي أو تكنه ويعتق أو حرينه حتى رجل خير إلى خير أكرجيه إنت صدا يعني صدقتي يا صومتي يا صلاتي يا عتقي يا ادوم هذا الحريه اي اسكت ضري سي الهي سبحانه وتعالى خيرك سووه له يا هذلك او نبي كو اكيه يعني عمل خير الاله او بدله صلحكاسا وحا كميدها شيخ او نور راعين دونا قالده اني او قادته دمرك اني كو جيران marka dumarka kuma jiraan heshiiska waa rag oo kaliya qusayaan maxay la dumarku waa dad masakiina waa dad iska tabar yar waa dad si sahlan loo fitnayn karo marka gabar muslimada haday soo fijirooto ay soo islaamto lama celinayo waxa loo celinayo waa rag waana arki doona dad kale nin abu basir la yiraahdo oo noo keenay doona sheekha oo isna inta soo baxsaday man nabiga madiina ugu tagay ay quraysh laba nin ka soo daba dirtay ee noo soo celi nabiguna uu celiyay salaatullaahi wasalaamu calayhi marka قضية كاسو شيخ نوغو ورمدونا أركدونا قضية النساء المهاجرات حوانكي سوهي جرودي أرنتودي أيو ماشا نصنف كنو بشي وبعد إبرام الصلح حشيسكي مركي لدميس تريد دبدي إيو والحل من العمرة عمرتي مركي لقى حلال مقضي دبدي بعد جاءت نسوة مؤمنات جاءت وحاد وحايينت نسوة هوان أو مؤمنات مؤمنات إله الرمي سبا يمادي ومكي كسوة تغيان أيها مسلمات مدينة يمادي مركي مدينة يمادين مشركين في أرقي صدرين إليهين دمر كاتشيس كيف كجرها لسوحيليو نبي قال وقت ديدي صلوات الله والسلام عليه فطلب وحي دونين أولياء هن هوان كاس مسلمات كأهي مؤمنات كو يمد أولياء ذلك دفك مرح دوها أما والد كود أما نمان كود أما وحل مدك إيه أي النبي قو يمد الكفار قال لها أي يماد وحي كالطلبين فطلب وحي طلبين أولياء هن قبلها مسلمات كدفك مرح دوها يوري وذيئها الكفار قال لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي كالطلبين أن يردهن إنه أسوء عليه تمر كان أسوء عليه أي كير هذا النبي فامتنع عن ذلك نبي وديد ويعني وكرر طومي إنه عليه وأديد صلوات الله وسلامه عليه إن انت وأديد صلبت نوامحي بدليل أنهن وحقوا دليل أنهن قبلها مسلمات كأي لم يدخلن إنيس قلين في العهد طلنت إنيس كجرين ركبا كوذ هدلين دمركم أجران وي مركز إلهي وحسودجي وأنزل الله الله وحسودجي آياتها آيات سورة الممتحن كجرته أي رب سودجي يا أيها الذين آمنوا دفك المؤمنين تأهايوا إذا جاءكم هدي إذي مادان المؤمنات قبل مؤمنات مهاجرات أيها كوسوا هجرون يهدي إذي مادان فامتحنوهن امتحانا الله 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 أعلموا أغا شبدا بإيمانه إن إيمانك هو إله أغا شبدا إذنك امتحانا مرك امتحانا لك خادجة فإن علمتموهن حضير مرك هذا امتحانتان آد أغاتان إذين ظاهرته مؤمنات إني قبل مؤمنات يهين فلا ترجعوهن دمر كاسها علنين يال علنين إلى الكفار قال لي هو علنين أولي محايا ليدنا نقول علنين لا هن حل لهم لا هن حوانك معها حلنك وحلالا لهم مشركين تحلال معها هذين منكو ذي أهايين ما أنت لقبل أبنين معها حلال معها ولا هم مشركين تين معها ورقعها يحلونك وحلاشة وحلال أيهين لهن الضمرك أيهن حلال معها مركا مركا ديسيدة تأياد دي بلو عرين مركا فإن علمتموهن مؤمنات إيمانك وشيء باطني يوي وقفك اعتقاد في القلب إيمانك لفظ الإيمان عند أهل السنة واعتقاد في القلب قفك أو قلب ذوحك اعتقادي ونطق باللسان عربك أو لا إله إلا الله محمد رسول الله كشهدته إيه
وعمل بالأركان حبناها أوقفه كعمل فلبا الرمى سلاسة لذلك إيمانك انت سأقول من اليوم وانا كرداؤون نسخة عند أهل السنة مركز سيدة درتي أنا قمت كان إن إيمانك قلبي قد مؤمنات يهين ما لو مدر محايا لقلبي إله بأسكال أنا قمرين لكن ظاهر كهذا يكون قرته شهادتينك أبيك تاسع حكم كهذا أسكو قور عنتي قفك مرحبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قرته أو عرفت أو كشيكت أو إنه مسلم يهي أو شيكت ومسلم وي نفتيسة ليقيسة مالكيسة عرض ليس حرام إن قرن لقمحة قد ذكره مركز ظاهر أهان هذا دو قاتلني مؤمنات يهين قال رضي الله يعلنه سلا درتي والامتحان جريه وحق بدا مركي ثماده وحي دور أرموت بالويدين جري بالله ما خرجت بغض زيد إلهي بل كبير داريه نم أدو عريسان تهي عرضي درتي إن أدنو إيمان بل كبير داري نيابا لي نم أدو عريسان تهي درتي إن أكسو عرضي وأدو تبد ناشا بالله ما خرجت التماس الدنيا إن هذا الدنيا الدنيا الدون إن هذا نحين إن أبصر بحض إلهي كبار بالله ما خرجت رغبة أرض عن أرض لول أبن عبتها يتكسر تكتر لول كلا أجعشها تمت إن هذا أبصر بحين بالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله إن هذا وحك الأصاب حين الله يرسلك سجعينك وذمه تاكو دارب عليه أنت مرك لقو امتحاني دارته قبل اسم من أدوه لمن علينا يوي مرك فلا ترجعوهن إلى الكفار مرك سهدنا نكاح لجوجيو ليري لهن حل لهم حلال أماءها مشركين في دمرك ولا هم يحلون لهم أيضا حلال أماء نكاح مرك سوبقوا أيوي مرحبا إسقبين كبدا أن إسوه جروته مشرك مسلم مقبي كره نكاح مدح مري كروي كافر يقبر مسلم هذا نكاح مدح مري كروي وآتوهم ما أنفقوا وآتوهم سيا يعني الإسلام لماذا عدل يديك تسيسا وآتوهم رقي مشركين تأها سيا ما أنفقوا وحي أي كبدا أن كبحيان حولاء سيا يعني وحويان كبدا أن مركي هلك كثما دو oo horey nin oo u qabay ninkana mushrik ahaa islaamintay islaamtada aqdigooda ku gacay iyo nikaaxooda uu ku dhamaa ciddadeeda markay dhamaato ninkii raba gabadhan inuu guursado waa in uu siiya meherkii ninkaas gaalka ah ee Makka jooga oo gabadhan ku bixiyay wixii xoolo ah waa inuu asaga u celiyo weeyaan marka xoolihiisi ku baxay u celiyo baalalay wa atuu ma anfaqo gabdhahan waxay ku nafaqeeyeen u celiyo siya wala junaha aleekum marka wax dambi iyo korkiina saaran ma jiro muslimiintiyay antan ki xugun gabdhaha muslimaadka inaad guursataan markii aad xoolihii nimankii u celisaan inaad guursataan idaa ataytumuhunna dumar kana markaas siisan ujurahunna ay muhurahunna meherkoodi markaas siisan ayada lafteeda meheray kugu leedahasi ninka xoolihii aad u bixiyana si baa laga rabaa weey wala tumsiku idinka muslimiinta ah ragga muslimiinta baa la hadlay ee halkan jooga madiina joogo rag baa waxa jira dumarkood uga soo tagay oo mushrikaada maka uga soo tagay ka soo hijrooday oo gaala ay yihiin dumarkii ayagoo muslimiin oo madiina joogo kuwii baa Allah wuxuu leeyahay wala tumsikuha ha'ashanina oo kuwa haystaha noqonina bi'isnil kawafir haweenka kaafiraadka ah xoodiha haysanina wuu idinkana si daayo weeyo mar hadda muslimta gabadha mushrikada mushrikada hadayta kugu ma xirna laakiin haday gabadha kitabiyad tahay ha waa lagu ogol yahay bishuruud shardigeedana waxa waa inay tahay muxsana inay tahay waa gabar muxsanada dhowrsan ay tahay weeyaan oo maartay gabar zaniyad oo la yaqaan aysan ahay gabadhaas markaas qofku waa guursan kara shuruud badanna muslimiinta waa ku waa lagu xiraa weeyaan culimadu way ku xiraan فحرم المؤمنات فحرم الله حور ريبي المؤمنات قبله مؤمنات كاها أي على الكفار قال ذي كالريبي والكافرات قبله كافرات كأهانا على المؤمنين أبو كحرمي مؤمنين ترقعها أي الله كحرم نكاحي مشرب إيا مسلم رقي الدمر وحو يحيبا هل كاسو كل ما ذيوه لسمه قرسان ما توحيك الدنبيوه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها صلوات الله وسلامه عليه يمتحنوا
kuwa imtixaan mid imtixaanaba u aha haaula almuhaajiraati qablaha soo hijrooday oo imtixaan jiray bima umira wixii la faray bima shay ku imtixaan jiray umira nabiga la faray fi qawlihi ta'ala alla hadalkiisa lagu amray ya ayuha nabiyyu idha ja'aka almu'minatu isla suuratul mumtahina ya ayuha nabiyyu nabiyyu idha ja'aka haday ku yimaadaan almu'minatu qablihi mu'minat ka aha yubayicnaka ayagoo beeca iyo cahdi kula gelayo calaa allaa yushrikna billaahi shay-an inayna rabbi shariik shirk u samaynaynin oo allah aysan makhluuqiisa axad ka mid a cibaadadiisa ayan la wadaajinaynin walaa yasriqna inayna waxba xadaynin walaa yasniina aynan zinaysanaynin oo macsi la imaanaynin walaa yaqtulna aynan dilaynin awlaadahunna ilmahooda ayan dilaynin maxaa yeele mushrikiinta way dili jireen ilmaha waxa weeye waxay ku dili jireen yani khawfan min alfaqri faqri ka cabsidii khawfan min alcaar ceeb ka baqideed iyo wax lamida bay u dili jireen ilmahooda weeyaan marka iyagoona ilmahoodii dilaynin walaa yaatiina ayan la imaanaynin bibuhtaanin masabidaad masabidaad aysan la imaanaynin masabidaaddaasoo yaftariinahu ay abuuranayaan bayna aydiihinna wa arjulihin lugahooda iyo gacmahooda hortooda ay ka abuuranayaan yacni midaan aasaas lahayn hadda been abuuranayaan macnaheedu waxa weeye haweentan adiga aad qabto inay markaa inta nin kale u tagta ilmo ka soo qaada iyada ninkan ay xaas u tahay ilmo uusan dhalin oo nin kale leeyahay inay tiraahda adaa dhalay ay ku sheegtay iftiraahkaasaa loo jeeda waa waxaan asal iyo raad lahayn oo beenahay iyada abuuratay markaasa ninkaa maskiinka ah oo khabardaarkaaba ilmo uusan dhalin ay madax u gelinaysaa weyn hadday sidaas ayagoo yacni kugula mubaayacoonaya ay yimaadaan walaa yacsiinaka ayan kugu caasinaynin fii macruufin shay macruufaho wanaagaho aad fartayn ayna kugu caasinaynin intaa iyagoo kugula mubaayacoonay hadday ku yimaadaan fabaayichunna haweenkaas cahdigii beecadii la gal wastakfir lahunna u weydii dembidhaaf allaha alla u weydii ina allaha alla hafuurun allihii dembidhaaf badan wey raxiimun haddana addoommadiisa u naxariistay faman aqarat haweentii qirto bihaadihi shuruuti shuruutaas aayaddan ugu soo tiriyey oo shirki la'aantii tuuga la'aantii zina la'aantii qatli la'aantii iftirihii iyo beentii yani la'aanteeda cisyaan la'aantii beeca kugu arrintaa qirtaa qaala nebigu wuxuu dhihi jiray lahaa haweenta wuxuu ku dhihi jiray qad baayactuki waan kugula beectamay kalaaman caqdi iyo ballan baan kugula galay kalaaman hadal ahaan buu u dhihi jiray duuna musaafaxatin nebiga isagoona gacanta gelinino musaafaxa aysan isgacan qaadin ayuu sidaa ku odhan jiray walam yakun nebiguna ma ahayn calayhi salaatu wasalaam yarudduhunna markuu beecadaa la galo mid celiyo dumarkii oo mushrikiinta u celiyana ma uusan ahayn maunan celin jirin marka mubaayacada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd kalaam bay ahayd dumarka muslimaadka markuu beecada la gelayo nebiga gacanta ma gelin jirin maxaa yeele qof ajnabiyay kale yihiin ma unan taaban jirin salawaatullahi wasalaamu calayh xadiidka caaisha radia allahu canha fi saxiix albukhaari ku sugnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay caaisha wuxuu dhihi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala laha wuxuu ku dhihi jiray qad baayactuki kalaaman hadal ahaan ayuu sidaa u dhihi jiray laa wallaahi allaan ku dhaartaye mayabay tidhi maa masad yaduhu yada imra'atin qattu nebiga gacantiisa haween gacanteeda ajnabi ka ihin ma aysan taabanin fiil mubaayacati beecada markuu gelayay ragga waa gacan qaadaya nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin dumarka maya ma uusan gacan qaadin bay tidhi maa yubaayicuhunna dumarka kulama beecada kulama geli jirin ilaa biqowlihi qad baayactuki calaa daaliki wuxuu dhihi jiray keliya arrinkaasan beeco kugula galay afka ah weeyaan laakiin marna nabigeenna gacanta ma uusan qaadi jirin dumarka weeyaan wataallaqa almuslimuuna muslimiintii waxay fureen aswaajahum haweenkoodii alkaafiraati gaalaad gaalada ahaayo ay qabeen waa iska sii daayeen weeye wa furriquu waa la kala geeyey bayna almuslimaati gabdhihii muslimaadka ahaa iyo wa aswaajihinna raggoodii alkufaari ee gaalada ahaa gaaladii iyo gabdhihii muslimaadkana waa la kala geeyey sidaasaa ay ku dhammaatay weeyaan arrintan inuusan wax nikaax dambe mushrik iyo muslim uusan dhex marin weyn
دخول خزاعة في عهد المسلمين مركي عقدي يا عادي او دمادي يا قبائل كي لبدي قبيله هداي اسوا شيغني عهدي اي غلين بو نو شيغي دخول خزاعة قبيله خزاعة ليرادا غليتان كيدي اي غشو في عهد المسلمين مسلمين تبلنتودي هشيسكودي اي غلان واختارت خزاعة خزاعة وحي دورتي ان يكونوا اني نقلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله اني لجيران في هذا الميثاق بلنتان اني نبي لقلان فدخلوا مركزه وحي قلان في عهده نبي بلنتي سيبي قلان وقد كانوا وحي أهاي مركودي هوري حلفاء بني هاشم ري بني هاشم ونبي يعني مارت الجفذي سيئة أي أول بوحي لا أهاي اسبحي سيلا لهاي من زمن الجاهلية وقت الجاهلية أي هشيس لا أهاي ودخلت بنو بكر بنو بكر نوحي قشي في عهد قريش قريش بلنتي ذي قشي فكانوا مركزه وحي نقدين هم أيهو بنو بكر أي وحي نقطي السبب سببتي بين نقطي في فتح مكة مكة فرشدة هذه سبب كذي أي بنو بكر سبب النقطي وسيأتي وون إيمان ذون معنى يبو حوية بنو بكر يوحد الرئي بخزاعة ودقال كده حي بعد قال لما مركي قد نذي لقلي عهدي مركي لقلي ومسلمين كمشركين تأي كلبد بادين بل بلا قليل استارتين قريش مركي سسرة ولا صفتي بنو بكر ولا صفتي خب إيا الرقبة أدرتي نبي نواء قادي نبي الإلهي فكبر يسرتي سئنانا أو إلهي فافرين سيدي وسسر وقسر دولي ما دام يبلغ كبحين مكاسب مكاكو قبصدي ويا حل قضية المستضعفين تدك مستضعفين تأها مكجوغي ودكاس اللي بيبا يماشا القد عيب صدي لتاقدر رئيستي أرنتو دي سيدو ربي أحليي أو إلهي أغسهل شيخا نوغشي كينا أما المسلمون المعذبون مسلمين تي لغو عذابي في مكة مكة تحديد لغو عذابي فانفلت منهم وحاك بحصد مشركين تي رجل ننبا كسو بحصدي اسمه أبو بصير مجعي سنة أبو بصير ليرا هذا وجاء إلى المدينة مدينة أبو يمين مركو مدينة سوء آذي فإن سوء علي صبلانت ماهين فأرسلت قريش قريش بوحي صادر ترجلين لبنن أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصادرين ليرده أبو بصير إنه أسوء عليه نبي عليه الصلاة والسلام مركي يمادين أي كطلبان فرده نبي وعليه بلانت كما بحي واتبوا إلى أبو بصير أبو بصير وتلا وذيني فلما نزل مركي أودقي أبو بصير بذي الحليفة ناشح بذي الحليفة اللي يرهبه في مدينة حجك عمره كحرمضان بو قتل الدلي أبو بصير أبو بصير باوحو دل أحدكم الله بذين من كمدة أيو دلي مركي كيل الدلي موية كيكالي هو أرك صاحبك إلا الدلي وفر الآخر كي كلب عري لكن حق يبو سوء هذا مدينة أصول نقضي حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصول الله بطيه يمد وقال مكاسو نبي حكيري مركو مدينة أقيمد قتل صاحبي أنا يا صاحب كي قوال الدلي وإني لمقتول أنا والي الدلي أنك إنو يدلبه الرباوين وجاء أبو بصير أبو بصير أنك عيل سنة يبع سنة يمد أو أنك إنو دلره فزجره النبي صلى الله عليه وسلم نبي كعل يوير هدل إن كانوا مركو اللي قعل يوير لديه إنو دلو حد نوحو يعني كفكر أبو بصير أو أغاذي حدي يددك لإصادر قريش إنو نبي قليب دون فعرف مركاس وحو قرتي أنه النبي عليه الصلاة والسلام سيرد إنو علم دون أبو بصير مركلة إليه مشركين إنو علم دون مركاسو فخرج اسكبح وكبح صدي واسكبت مدينة دمو كبح أبو بصير فخرج وبح حتى أتى إلى أوتغو سيف البحر يعني ماش اللي يراه أي ساحله بد حير تيد إلى أوتغو يعني سيف البحر وساحل البحر بلوجي هل كاسو تبي ما شاسو اسكبح انت مشركين تأركو لبكو أجيسن كرو أجيسة من دور جوغوي هل كاسو جو قريش نومتين مسلمين ترى ما آذنون وانفلت وحصاب حصدي أبو جندل إنك أبو جندل هاي سهيل بن عمرو أو علنا يمارنتي أي أسلم ككصاب حصدي فلحق به أبو بصير وحكومة غلينه ما شهد جوغو ومشركين تلبوا قيسته أسجيب السؤال صح عليوي أبو بصير وأتري فجعل مركب حق ذكري لا يخرج إنه سنبحين رجل من قريش قريش كصامد كمده
mid quraysh kamid ah yaani inuusan soo bixin qofkaas oo qad aslama islaamay illa lahiq bihi yaani wuxuu ban noqdayba malja ay dadku isugu yimaadaan buu ban noqday nin kasta oo quraysh ka soo islaamada abu basir oo aadaa ku darsama halkaas uu tagaa wuu hatta jamaa dila ay kulantay minhum ragga muslimiinta is urursaday jamaacatu koox ay noqdeen markay koox noqdaana wattakhadad waxay guda galeen ay bilaabeen jamaacadii waxay bilaawday tactaridu inay ku hortagayso ay raadsanayso kulla ciirin awr kasta kulligeed oo la qurayshin safar kasta oo quraysh ay leedahay oo takhruju u baxda ila shaami shaam aado ayay raadsadaan markaasay fatahjumu way weerartaa calayha awrtaasay weerartaa wataakhudu amwaalaha xoolaheedana way ka qaataan taana nimankii hadda niman nabiga lagu tirinaya ma ah waa niman halkaa jooga nabiga waa celiyey muslimiin ha ahaadeen laakiin sanqodii nabiga kuma jiraan markaasay mushrikiintii dhibaan weeyeen markay xaaxdii u timid quraysh oo safarkoodii uu bixilaa iyo kooxdani wax kasta xoolahoodaba ay dhacayaan markaasay waxay ogolaatay inay nabiga u ogolaadaan dhahaan war nimankaas shartoodana dhaafa ha ku soo aadaan ay yidhaahdeen فأرسلت قريش فأرسلت وحيد درت قريش قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي رسالة أصوى قرطي تناشده أيضا كبه رنيس النبي الله الله كبه رنيس والرحمة قرابا لماذي لبدو كبه حيس كبه رنيان أن يستخدمهم تتكاس إنو أغوية رئيماتنك إلى المدينة مدينة أي ماذا إلهي وكبه رنينا قرابا لماذي نجد حيسين وكبه رنينا وكبه سؤالنا لمن كاس نجد sawado madina geysa bay dheen halka ku xare faman ataahu qofki u yimaada hadda wixii ka dambeeyay maxamed fa huwa aaminun qof kasto quraysh ka yimaado oo nabiga u taga waa aamin way amaana siinana nalo soo celinay bayda faarsala ilayhi markaa nabiga wiilashi ayuu warqad u qoray imaada buu yiri madina faqadimu markaas madina yimaadeen markaas waa xalatil mushkila mushkiladina waa iska dhamaato muslim damo la celinayna maba jira markaa ninka soo islaamada waxa way dib dam loo celin maayo afar sulhi heshiiskaas marka ay muslimiintu dhibka u arkayeen raadkii uu reebay maxaa ka mid ah xaqi dacwada uu ku reebay bal yaani meesha uu nabigu wax ka fiirinay yaani inay dadka muslimiinta dareemaan afartii hadday dareemi karaan wuxuu sheekhu leeyahay marka kaana lihada sulhi heshiiskaas uu nabigu quraysh la galay ee muslimiinta ay dhibsadeen waxaa u sugnaaday atharun saamayn ama raad kabiirun weyn ayaa ugu sugnaaday fii tasiiri dacwati lislaamiya dacwada islaamiga ay socodkeedii fiditaankeedii ay fidaysay raad weyn bay ku reebtay ay lahayd weeyaan waqad wajada almuslimuuna muslimiintii waxay heleen fursata liqaa'i la kulan fursadii bay heleen dacaamati alcarabi carabta badankeed inay la kulmaan oo dacwadii ugu yeeraan iyo dacwatihim inay dadkii ugu yeeraan ila allahi ilaa tawxiid illaahi allah kelimatu tawxiid oo waxdaaniyadii alla ugu yeeraan ayay fursad u heleen فدخل الناس دكي وحي سوغلين في الاسلام دينت اسلام كبه وحي سوغلين بكثره تربدني اي دينك اوقاتين وبلغ عددهم تردودي markii sulhiga laga soo bilaabo wuxuu gaaray fi caameen laba sano gudeen sanadkii lixaad Soomaaliya hudnada waxay dhacday sanadkii sideedaadna waa markuu nabiga furtay way laba sano gudeed weeyaan ma lam yabluq ma meel buu gaaray lam yabluq oo san gaarin khilala 19 aama 19 sano dacwadii soo socotay meel aynan gaarin ayay labadaas sano gudeedii gaartay weeyaan meel ka sareeyso ayay gaartay 19 sano waa maxay 13 sano nabigu wuxuu joogay maka ayu dacwada ka fidinay 6 sanana madiino jooga 19 maaha 19 kaas dacwadii la waday labadaan sano oo heshiiska quraysh lala galay yaani dadka soo islaamayba inta soo jar ku soo laba laabma weeyaan ka tiro badan maxaa yeelay fatxu makka maalintii qabsanayay 10,000 oo ciidan oo nabigu la tagay salawaatullahi wasalaamu calayhi 10,000 oo saxaabadii isagoo watabo meesha tagay weeyaan وقد جاء كبار قريش قريش مدح ليدي بايمادين وخلاصتها حلكيدي تتكيد حلك أها أي سوء إسلام يا كم إذا عمر بن العاص عمر بن العاص بايمد سوء إسلام فترضت مدد الوجر بسوء إسلام وخالد بن الوليد خالد بن الوليد ومنك إذا ماذا وضع دنبا مشركين تأبدوا له وهاي فردها يوجد قال لمي باك سوء إسلام أويم وعثمان بن طلحة عثمان بن طلحة أي يمد سدح ذاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي
nabiga u yimaaday rasuulka alle taayciin ayagoo ogol raaqibiin ayagoo islaamnimada jecel oo doonayo ayay yimaadeen yashhaduuna ayagoo qirayo allaa ilaaha illallah macbuud xaq lagu caabudaaho kale inuusan jirin allah mooye وأما محمد النبي محمدنا يعني معبود حق لبعض إنه سنجر إلا الله الله مويه وأما محمد النبي محمدنا رسول الله الله أذاكي سئنه يهي رسولك صادر صدقه يهي أيها القرى يبي مادي ويبايعونه نبي بيحي باعي عقبي عهد كل قلين على الإسلام إسلام لماذي كل شيء كل بلن كل قلين ويبذلون ويبحنين له النبي أي وحي كبحنين درتبوا بحنين كل ما يملكون وحا أي هنتا أو إذل من غالي من قالية ورخيص من جبن أو رخيصة أيضاً وحكست كله وحيقوم بحين يدين تأسلام كدراد يدين بيانوين ويفدونه نبيك أو شريع لذين أيين أو يدين قيس بنيسان أيين أي ما أنت وحيكفرنا أيين بالنفوس النفتو ذي إيوال أرواح الروح اللي بيكفرنا أيين والمواهب وحيالها رب أوهب أيه أوده ذي إيه مارتي عقلي وذي تفكير كوذي رأيك إلى هايين إيه حوله إله أوسي بكفرنا أيه والقدرات أوده ذي بين النبي أي كفرنا أيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألبا وحويري حينما جاءوا صحابة أمرك أي مادين أو حلك الرار مكة أضياشي ذي كمدا مركة سواء إسلامين بو صحابة سحوكيري إن مكة قد ألقت إلينا أفلاد كديدها إن مكة مكة قد ألقد ويساطور طوير ردي إلينا أمجي نوساطور تي أو نوكنتي أفلاد كديدها بير كيد قيبه هذي أي نوكنتي وين يعني بير كيد خلاصة ده ذي بنو يبد مرة الدفكة سو إسلامي وين مرك أنت هرتين وكنت بحكتوا إيمان يا وين والله سبحانه وتعالى عالم.